ينضم إلينا المدون معاذ الشريف من طرابلس. مرحبا بك سيد معاذ الشريف معي في برنامج شارك. كيف رأيت تفاعل الأمة الإسلامية وأفراد المجتمعات العربية جمعاء مع معركة طوفان الأقصى التي انطلقت بالأمس؟ والآن ضيفي معي عبر سكايب من إسطنبول يتحدث على أن علينا أن نستعد للمفاجآت. السلام عليكم، تحية لك أخي والضيف أحمد مولانا. طبعا حسب متابعتي ومراقبتي للمشهد، الشعب العربي والإسلام متعاطف ومتضامن وتغمره الفرحة والسعادة الغامرة بهذه الانتصارات المؤزرة. أن شباب المقاومة الفلسطينية إلى عقر دار العدو الصهيوني فيغنمون ويأسرون ويقتلون، هذا بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين نشاهد القهر ونشاهد الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وبالأخص سلطان قسادة. الفرحة عارمة باستثناء بعض المسلمين المتطبعين الذين لا تزيد نسبتهم عن 1% في 100. أولئك أقول لهم راجعوا أنفسكم واتقوا الله في أنفسكم، لأن أخوانكم الفلسطينيين أخوانكم بالقومية، أخوانكم بالهوية، أخوانكم في الدين، فهم الذين يجب أن ننصرهم ولو بالكلمة ولو بالنية بالقلب. طيب أخي معاذ، أيضا يعني في من يحاول تثبيت عزيمة المقاومة الفلسطينية ويقول لهم أن العدو الصهيوني سيرد بقوة، سيكون هناك انتقام من الكيان الصهيوني. ماذا تقول لهم هؤلاء المثبطين الذين ربما يعني يحاولون إلقاء الخوف في قلوب المجاهدين وقلوبنا جميعا؟ بالنسبة لهؤلاء أخي، أقول لهم أن رجال المقاومة الفلسطينية هم أسود وهم على رباط، وهم الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم فهم لا يهمهم كيد المرجفين ولا تخرص الإسرائيليين، وهم عازمون على النصر وعلى القتال، لأن من يقول أنت تخاف رد الفعل؟ الشعب الفلسطيني في غزة يعاني من قهر، يعاني من قطع الكهرباء، يعاني من حرمانه من مواد البناء، يعاني من حرمانه السلع الأساسية والسلع التموينية، عبوره عن طريق المعابر يشمل الشداتي والإدلال سواء للنساء المحجبات ولا للرجال، يعني حياة في غاية السوء تحت العدو الصهيوني، وفي أي يوم يقوم بحملة بتفتيش أو بقتل بسبب أو بدون سبب. وآخرهم ذكر معنا الصحفية شيرين أبو عاقلة التي تم في نفس البارد، وهي يعني شخصية معروفة جدا، وهي صحفية يعني مية في الرداء المخصص للصحفيين، تم عن طريق النار. يعني اللي هي لا قاتلت ولا حاربت ولا دارت أي حاجة زي ما نقوله، وجاء فأنت سواء قاومت ولا ما قاومتش، هم يريدوا إبادتنا، يريدوا إبادة الشعب العربي واستبداله بالصهاينة اللي جايه من المكان. نعم. طيب أحتاج منك تعليق أخي معاذ على ما تفضل به ضيفي السيد أحمد مولانا، أن كل الإرادة الدولية تريد أن تزرع هذا الكيان الصهيوني وتجعله جزء من المنطقة. يعني هل برأيك هذه العملية جعلت من هؤلاء الدول ما يسمى بالكبرى والمساندة لإسرائيل، يعني جعلت تعيد حساباتها في أن تدمج الكيان الصهيوني وتجعله جزءا من المنطقة العربية؟ هو لأجيب على سؤالك من شخصين، لا يمكن مزج شيئين مختلفين متنافرين، الصهاينة والعرب المسلمون مثل الزيت والماء، لا يمكن المزج بينهما. إذا كان يعتبروا أي شخص ما هوش يهودي ما هوش تلمودي قويان أدنى منهم مرتبة روح مثل الحيوانية كرمكم الله، فأنت كيف أنك أنت تريد أن تتجانس معهم أو أنك تتناهى في كيان واحد؟ الشيء هذا لا يقبله عقل ولا يصدقه واهم. أما الذين ظنوا أن الشيء هذا ممكن، فإن العملية التي قامت بها حماس وكتائب القسام كانت صفعة
للذين يحاولون السير في ركب التطبيع ومن يسير بهم. هم لم يتوقعوا أن الشعب الغزاني الفلسطيني قادر على إيقاع مثل هذه الخسائر الفادحة وهذه التي بالمئات التي نسمع بها منذ أيام انتفاضة الحجارة. إذا كان نتذكر الأسير الصغير ظلت مفاوضات طويلة جدا لأسير واحد، يعني هو مرهق 15 سنة. اليوم نحكوا على أرقام من الأسرى التي تسبق لها وقتل، تفضل الأستاذ أحمد مولانا قال أنها تقارب 700، وهذا حسب الإحصائيات هم وليس احتياط المقاومة. فهذا هو قنبلة نووية وقعت عليهم وليس مجرد زلزال أو طفعة. نعم. طيب أشكرك على كل حال السيد معاذ الشريف المدون، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.